تليفونك عم برن. الشخص اللي انا عايز اكون معاه بين ايدي، معقول حسيبه ورد على مكالمه التليفون؟ انت ليه هالقد منيح؟ مش هالقد منيح ولا حاجه، انت بس اللي مش لاقيك كنت تعرفي ناس وحشه. تفضل، هي صاحبك ما عم يرد عليه. يمكن معوش رقمك وما بيردش على الارقام غريبه، انا دايما بكلمه من عندي. ما يؤاخذنا، انا نسيت انه هو شخصيه مهمه لدرجه انه ما بيرد على الارقام اللي ما بيعرفها. روق روق، بتصير بعتذر.